بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وأبنائي الغاليين، طلاب الصف الأول الابتدائي، أحبتي، الآن فيديو قصير عن مناقشة وحل التدريب، صفحة 148 تحت عنوان أنمي لغتي. هنا كما نرى في الصورة يقول لي أصل الكلمة بمعناها، يعني هناك كلمات في الدرس نريد أن نعرف معناها، فكل كلمة لها معنى مقابل لها في الجهة المقابلة، نريد أن نصل بينهم. أول شيء عندي كلمة يركض، يركض. الكلمة الثانية مذعورا، مذعورا. الكلمة الثالثة طرفة، طرفة، وهذه التي وردت في النص طرف الغابة. طيب، في المقابل هناك ثلاث كلمات نختار منهم. أول كلمة خائفا، خائفا. الكلمة الثانية نهاية، نهاية. الكلمة الثالثة يجري، يجري. قبل حل المسألة أريد أن أناقش معكم بعض الأمور. كلمة يركض هل بها مقطع ساكن؟ نعم، أنا يعني وكأني أسمع طلابي يقولون نعم، الحرفين الأولين من كلمة يركض يا وراء ساكنة نقف عليها، ير، 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 هذا اسمه مقطع ساكن، ير. طيب، الكلمة الثانية مذعورا هل بها مقطع ساكن؟ نعم، الحرف الأول ما والثاني الذال الساكنة نقف عليها، مذ، مذ. طيب، هل هناك كلمة أخرى بها مقطع ساكن؟ ها، ابحث معي. هل كلمة طرف بها مقطع ساكن؟ أحسنتم، لا يوجد بها مقطع ساكن. طيب، خائفا؟ لا. طب نهاية؟ لا. بعض الطلاب المتميزين يقولون كلمة يجري يا أستاذ بها مقطع ساكن، أحسنتم. يج، الياء المفتوحة التي عليها فتحة والجيم الساكنة حين نقف عليها، يج، يج. يلا نقرأ الثلاث كلمات هذول مرة بالمقطع الساكن، ير، يركض، مذ، مذعورا، يج، يجري. شكرا لكم يا أحباب، ناقشنا المقطع الساكن في هذه الفقرة وسوف نصل الكلمات. الكلمة الأولى يركض، ما معناها؟ هل يركض معناها خائفا ولا نهاية ولا يجري؟ أحسنتم، أسمع بعض الطلاب يقولون يجري، يقولون يجري. جميل، جميل، سنصلها سويا مع بعض، يركض نصلها مع يجري، أحسنتم. طيب، الكلمة الثانية مذعورا، مذعورا، هل هي خائفا أم نهاية؟ أحسنتم، أسمعكم تسبقونني بالإجابة، جزاكم الله خيرا. نعم، مذعورا معناها خائفا، مذعورا خائفا. الكلمة الثالثة طرفا، وأيضا يقول الطلاب نهاية يا أستاذ، أحسنتم، طرف الغابة أي نهاية الغابة، طرف نهاية، طرف نهاية. هذه صفحة 148 يا شباب، حلوها بعد أن فهمنا معناها، ولا تنسوا المقطع الساكن، ير، يركض، مذ، مذعورا، يج، يجري. جزاكم الله خيرا، وأراكم في فيديو آخر قريبا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.